السلام عليكم شباب، انا مصدبين معكم مثلا اوري فلير في فيديو جديد، في تسلسل جديد للكرياتر بيتا. هالمره راح نخترع سباق. اوكي، بامكاننا نختار لاند ريس، يعني دبابات او سيارات او على البحر او بالفضاء بالسماء. خلينا نختار لاند ريس. الان بالنسبه لي راح اختار لاند ريس. الريس ديتيلز هنا، تحط التايتل. خلنا نكتب لا خلنا نكتب خلنا نكتب اي شيء، سيارات كذا. خلنا نكتب سيارات سيارات. اوكي، ديسكريبشن ما في الا دعس. لازم كذا، ما في الا دعس. الفوتو، خلنا ناخذ صورة للسباق. خلنا هذا المكان. اوكي، الحين الماكسيمم بلايرز 8 لعيبه الحين حاطين ستاندرد. ستاندرد ايش؟ انه سباق عادي، ما يمديك تطلع من السياره. جي تي اي يمديك تطلع من السياره وتحارب، يعني برضو تحارب في ستاندرد، لكن انه ما يمديك تطلع من السياره، هذا بس الاوبشن. فجي تي اي تسوي زي جي تي اي، يعني انك تسوي اللي تبي. شو اسمه؟ ف بس هذا شو اسمه، هذا الفرق. في عندك هنا بوينت تو بوينت، انه من نقطة الى نقطة عشان تخلص السباق. في عندك اللابس، اللابس برضه يمديك تسوي يعني يعني خلينا نقول 5 لفات 4 لفات على حسب، يعني انت تحط اي رقم تبي. بس انه انا افضل بالنسبة لي احط بوينت تو بوينت عشان يكون احسن. هنا عندك سمول جريد. سمول جريد يعني مسافة ما تكون طويلة حقت السباق، فيكون بس للسياكل والدبابات. الميديوم جريد واللارج جريد بامكانك تستعمل كل شيء. ف خلينا ناخذ ميديوم جريد. يعني الميديوم جريد واللارج جريد بامكانك تستعمل سيارات وبامكانك تستعمل سياكل ودبابات. ميديوم جريد انا اشوف انه احسن شيء. افيلبل فيكلز بامكانك تحط. خلينا نختار للسباق هذا يكون سيارات مصل. ف راح تكون موجودة السيارات هذه. اوكي، تايم اوف ذا داي يعني الوقت يكون في الليل. وذر شو اسمه، خل نحطه مطر. ليه؟ عشان يكون حماس كذا احس انه. خل نحط اوف عشان ما يكون يعني ما في سيارات زحمة تخربون عليك. وونتد ليفل، لا ما يكون في شرطة. باك جراوند ميوزك، اكشن تشيس. خل نحط اكشن. بس هذا هو البليسمنت. الحين تحط المكان، يعني من وين تبغى، وين تبغى مثلا الناس يجتمعون عشان يبدأ السباق. خلينا نحط لازم الناس يجتمعون هنا عشان يبدأ السباق. اوكي، هنا اللوبي كاميرا، هذه حقة اللوبي. خلينا ننزل كذا. اوكي، هذه اللوبي كاميرا لازم تسويها، لازم تكون قريبة من التريجر زي ما شرحت الفيديو السابق. اوكي، كذا راح يكون بريفيو، كذا راح يكون شكلها. هذا بس في البداية يعني انه شيء بسيط. اوكي، التشيك بوينتس طبعا خلينا نقول انه السباق راح يبدا، خلينا نقول السباق راح يبدا من هنا. اوكي، فخلينا نسوي روتيت، نلف امهم كذا. وين تخلص السيارات؟ سالفة. اوكي، اوكي يعني خلينا نقول يبدا السباق من هنا. هذا مجرد مثال. ماكسيم بلايرز 8 زي ما قلنا، وهذا شرحناه. فيبدا السباق من هنا، خلاص يبدا من هنا. ف أول نقطة يكون هنا، هذه point to point، يعني من نقطة إلى نقطة لازم إلى ما ينتهي السباق. طبعا لازم السباق يكون أكثر من 0.62. طبعا احنا عندنا 0.006، لازم نوصل إلى ما 62.
اوكي الحين هسه هنا الى هنا كانت يعني تسوي اللي يعني هذا مجرد مثال، مجرد اصح لكم مثال، بامكانك تغير وتسوي اللي تبي. اوكي 7 صايرة هنا لا فوق العمارة، دقيقة تلف مع هنا، يرقون مع هنا، يلفون هنا، بعدين النهاية تكون هنا. كذا خلصنا، خلصنا تشيك بوينتس. الحين بإمكانك تزيد أسلحة، خلينا نحط مسدسات عادية بيستلز عشان ما يكون فيه كذا، عشان ما يكون فيه تخريب كثير. بإمكانك تحط باريز، الباريز هذه تخرب يعني، تحط زي حاجز يخرب عليهم. خلينا نحط واحد هنا، وخلينا نحط مو لازم، مو لازم نحطها، هذه تخريب السباق. إذا تبغى تخرب خرب. ستاند جامبس هذه بإمكانك تحط ستاند جامبس، مثلا خلينا نقول هنا تحط ستاند جامب، كاميرا لوكيشن هنا. اوكي مو لازم تحط ستاند جامبس هذه يعني، الا اللي تبغاه. فهذا الرادار زي ما تشوفون في الخريطة تتغير، وكان تختار انت اللي تبغاه. احسن شيء تحطه كذا عشان بامكانك تشوف الخريطة كلها. كذا خلصنا من البليسمنت. الحين الراديو هذا شيء بسيط تست، الحين لازم نجرب السباق. واو الحين لازم نجرب، يلا هذا مجرد تست، راح نسوي تست للسباق بعدين نسوي ببلش يعني ننشره. اوكي هذا السيارة طبعا. اوكي خلصنا خلصنا التست، والحين ننشر السباق. مرة سهل، ما فيه صعوبة، وبس هذا اللي عندي. اتمنى عجبكم هذا التوتوريال. كان معكم زمان اوري فلير، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.